فالواقع أن إنسانا مريضا بالحسد أو مريضا بالكبر إذا تولى منصبا إداريا كان حسده وكان كبره سببا في أن يعادي أهل الكفايات وأن يقدم للمناصب أهل العجز والملق وأن يفسد الأمة بالطريقة التي يمشي بها. أغلب فساد الأمم جاء من أناس لهم كبر ولهم حسب ولهم شعور بذاتهم لا يبالون به شيئا آخر. في كلام العلماء علماء التربية أن معاصي القلوب لا توبة لها إلا بإزالتها هي، بمعنى أما إنسانا جبانا ينبغي أن يقول كلمة الحق لكنه جبان، عالم ينبغي أن ينصح لكنه ضم فمه وأغلقه وأبى أن يحرك لسانه بكلمة الحق، جبان، هل يغني عنه أنه يصوم الاثنين والخميس مثلا؟ لا. هل يغني عنه أن يكثر أو يدمن تلاوة القرآن الكريم؟ لا. لا بد من إزالة الرذيلة التي تكنت في قلبه وهي الكبر أو الجبن أو العجز. واحد عنده غنى ولكنه بخيل، لا يريد أن يؤدي حقوق الله ولا حقوق الناس، هل تلاوة القرآن أو كثرة الركوع والسجود تغني عنه؟ لا. عبادته الأولى أن يقترب من الناس بالبذل والسخاء، إطعام الطعام وإفشاء السلام، عبادته الأولى السخاء الذي يقتل جراثيم البخل في دمه. هذا المعنى يجب أن نعرفه عندما نحلل المعاصي والذنوب التي تقع من الناس. أقصد بالتحليل هنا ردها إلى عناصرها الأولية وبيان الأسباب التي نشأت عنها. أخطر المعاصي معاصي القلوب، أما معاصي الجوارح فإنها أقرب إلى المغفرة من غيرها. والإنسان إذا لوث فالغبار القليل يمكن أن يزول بماء قليل، أما إذا وقع في ثوبه درن غليظ فإنه يحتاج إلى غسل متتابع. نسأل الله العافية، والله ولي التوفيق.